الشكر والتقدير لقناة الشروق التي أتاحت لي هذه الفرصة. أفتكر إنها من الفرص النادرة أن تهتم بعض القنوات وعلى رأسها الشروق، قناة الشروق، بالموسيقى. الملاحظ كل قنواتنا هنا أو كل ثقافاتنا الفنية متجهة نحو الغناء. أنا ما بعرف كده يعني بفتكر أنه الغناء يعني ما يجد الفرص اللي وجد الآن، لكن بفتكر أنه يعني في
سيمن يمكن اقول الاهمال عديل كده بالنسبه للموسيقى. يعني كل القنوات يمكن بنسبه 120% كل السهرات غنائيه، ما في تفكير بالنسبه دائما اعطاء يعني فرص بالنسبه للموسيقى. ما علمنا انه الموسيقى يعني الفن الوحيد اللي اعترف به كل العالم، كل العالم المضطرب سياسيا واقتصاديا وعسكريا والى اخره، اتفق على حاجه واحده في العالم ده كله، ان الموسيقى هي اللغه العالميه الوحيده التي يتحدث بها الشعوب مع بعضهم البعض. Thank you.
منشأته وسيط، أسرة فنية. أنا لو دايما أتكلم عن الأسرة الفنية دايما أتكلم عن عمنا اللواء صلاح حامد صالح المكي. فتحنا ونشأنا، أول شيء عنده كل الآلات، أي آلة استخدامية، كمان يعود، آلات النف، لا الدرمز كان عنده. ده في وقت الناس ما بتعرف الحاجات دي، يعني كان يشوف واحد، يعني الواحد بيستغرب إنه يشوف شخص واحد عنده كل الآلات دي. ده بيوريك إنه يعني نحن في حفلة المكونة، في حفلة الجنوب فنيا، فاتوا الوراهم والقدام قبل ما يعرفوا الحاطط شنو. وفعلا يعني تأثرت بالبداية بعمنا صلاح زيه، لأنه كان حتى القلبة، القلبة اللي هي بتاع السكوتش دي كانت عندي، وكان دي من أكثر الآلات اللي كان يعني بيستعمله، لأنه حتى لما ابتدي ينفق في القلبة دي، بيتنا من بيتنا اللي هو من سراية حامد صالح لبيتنا يعني حاجة بتاعت لو جريت كده 3 دقائق ولا 4، أقل من 3 دقائق ولا 4 دقائق. هو على بال ما يفك القربة، طبعا القربة ما طوال، يعني دائرة نفس، دائرة شدة في 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 النفس بالذات. هو على بال هو ما يكون وصل المدى اللي هو يمكن بعد كده عادي فيه، أنا بكون وصلت الصراحة هناك. شوف ده نحن شاف شافع صغير، ما أقول لكم عمري كم، 35 دي ذاته كثيرة قلت يعني. المهم أنا نشأت في وطن وفي أسرة، عندنا في عمنا زي ما قلت لكم اللي هو صلاح حامد صالح، عندنا عمنا حسن محمد صالح اللي كان كوموندان بوليس الخرطوم في الستينات، ومن من من آثاره لحد الآن هو اللي عمل أو قرر إنه لازم التكس يكون أصفر. دي من الحاجات اللي عندنا. برضو عمنا دي الصحة والعافية، الاثنين اللي ذكرتهم توفوا لرحمة الله عليهم. سير الخاتم أحمد موجود الآن، وده كان بغني، بيعزف عود بغني لحسن عطية.
عمنا صلاح عم صالح عم علم بنت عمي اسمها آمنة دالية أو أبو نصر الدالي اللي هو شقيق أبوه يعني أو أخوه الكبير، علمها صلاح كيف عزف العود وكان عندها ريشة ما تصير. آمنة دي قبلي أسمى، لاحظ يعني يمكن بالمعنى ده أنه يكون أول امرأة سودانية عزفت العود في السودان تكون آمنة. لكن طبعا في نطاق أسري، ما في ناي ولا يعني في حفلات عامة ولا أجهزة مثلا إعلامية، في ناطق في نطاق خارج داخل الأسرة في أفراح الأسرة في بتكون كده الحاجات دي كده. بعدها ابنة عمي برضو اسمها حمد ربنا يديها الصحة والعافية، شيت بيها يعني من هنا، هي أول من كان عندها برضو عود. هي دي بقى الفترة اللي أنا ابتديت أتعلم فيها العود. فأسمى حتى سبب العود يعني خلاه يعني يكون عنده عود، مرة والدة اللي هو همزة بشير نصر اللي هو توم أبوي لقاه مرة كده بتصفر، أسمى بتصفر كده، فأبوها استغرب جاهش من بتصفر ليه. وبعدين أسمى كان خلقت يعني عندها حاجة في صوتها ما كان بيستمع، كنت تسمع كله بحى بس ساكت كده. فقلت له يعني أنا عشان ما بقى يا أبوي أنا ما بقدر أعبر يعني أقول بحي لين صوتي، فقال لها ما تصفر يعني زي القليل داني صفرتي بطلع قشمك دول، المهم هاي بشكل دول. فجاب عود، جاب لها عود، قال له أصلا كنت دايتي. لكن حتى العود اللي جابوا في العود اللي أنا تعلمت فيه وعندها لحد الآن، العود كان هدية من صديق أبوها اللي هو كان أزباش في الجيش مع عمنا همزة، محمد خير شنان، العميد محمد خير شنان، بحكم الزمالة العسكرية ما بين عمنا الزباشة همزة نص، طبعا برضو كان عندنا عمنا اللواء حسن بشير نط برضو عمي، فكان عنده عود. فقام هذا العود ده لابن صديقه اللي معه من همزة بشير لأسمى، العود ده موجود لحد الآن.
المشاركات العالمية اللي اشتركت فيها كموسيقي وكذا، أنا برأيي كذا طبطة في كثير من بلدان العالم السبعينيات بالذات. يعني مثلا دي أمريكا دي كيف نشيت لو قلت لكم قريبة 20 مرة تضيبوني. باريس برضو نفس الشيء. يعني في بلاد كده معينة دوتها كثير جدا، ده قبل ما يكون اشتراكي في أي جوائز مثلا عالمية وكده. مشيت اليابان سنة 80، ودي كانت بدعوة، يعني جات عن طريق سفارتنا في اليابان في طوكيو. أذكر أنه قدمت عمل كان عظيم جدا جدا بالنسبة في المسرح الدولي في طوكيو بالعود.
كان يوم الموسيقى العالمي كثير من بلدان العالم اشتركوا فيه، فعملوا تصنيف للشرك في الخمس قارات يعني، فاختاروا 22 دولة. هل تصدوا طبعا يعني السودان كان نمبر 3 ثالث من 22 دولة، ولو تشوفوا ال 22 دولة الدول اللي فيها تحتاروا انه كيف السودان ممكن يكون ده لو وده ناس اللي اختاروا اللجنة اللي اختارت دي ما هي لجنة ساكت ولا يعني لجنة جديرة بأن تحكم عليه ودخلات زي ما في كلام يعني. فيها معارف فرنسا والبرازيل و عيّدت وجهدت نفسي لزيارة لبعض البلاد الخليجية الأقطار الخليجية، هتبدأ بدولة الإمارات العربية الشقيقة ودولة قطر الشقيقة والكويت. الرحلة دي إن شاء الله الزيارة دي هتبتدي من 2/11 إن شاء الله ربنا حيانا. لكن كنت قبل كده او بعد ما اجي من الدياره دي عندي يعني افتكر ان دياره مهمه جدا جدا بالنسبه لي اللي هي لجنوب السودان. نحن طبعا انفصلنا سياسيا وجغرافيا، لكن ما بفتكر انه ما في اي قوه في العالم تفصلنا عاطفيا ووجدانيا، لا في الجنوب ولا في الشمال يعني ديك الاثنين يعني ما في حاجه بتفصيلنا فيه. فانا من الحاجات الدايره اعملها بعد ما اجي من زيارتي لدول الخليج ان شاء الله، عاوز امشي باذن الله وزياره لجنوب السودان. وشعاري لهذه الزياره الفن يتحدث سياسه، وان كانت السياسه والفن بالنسبة لدائرة عملنا في الجنوب هدف واحد تحسين العلاقات ما بين الشمال بين الجنوب والشمال والعقب الصحيح.
دخلت أربعة ولا خمسة أشياء ما في دور سبقني فيها ولا فقر، يعني أنا بقول الكلام ده افتخار ولا أناي. أول شيء أول من أدخل الشفرات الغنائية، الشفرات الغنائية ده يعترح يبوك من أني ليدي مثلا ليدي موسيقى ألحان اللي هي تنبتي عملتها ليه، يعني أول دول أدخل في الموسيقى السودانية الشفرات الغنائية. أول من قدم من موسيقى الأغاني، ما في دول سبقني في تقديم موسيقى الأغاني، اليوم مختلف الفنانين الآخرين. أول من قدم الصفارة مع العود مع الأوركسترا، أول من قدم تقاسيم على العود، تقاسيم على العود دائما عند الشرقيين فقط. Thank you.